تقارير إدارة الحسابات تعتبر تقارير إدارة الحسابات من التقارير المهمة والأكثر استخداما في النشاط التجاري ويعتبر تقرير كشوفات الحسابات الفرعية من أكثر التقارير والكشوفات استخداما فمن خلال ذلك التقرير أو ذلك الكشف الخاص بالحسابات نستطيع معرفه ارصده الحسابات المختلفه سواء اكانوا عملاء ومن ثم معرفه الديون التي عليهم او موردين ومن ثم معرفه الديون التي لهم او معرفه الصندوق وحركه الصندوق وكذلك البنوك وكذلك بقيه الحسابات المختلفه المطلوب طباعتها والاطلاع ومعرفه جميع العمليات التي تمت على تلك الحسابات يتم الدخول إلى إدارة الحسابات أولا في البداية لابد قبل طباعة تقارير كشوفات الحسابات الفرعية أو بقية الكشوفات أن يتم ترحيل جميع العمليات المحاسبية التي تم تنفيذها سواء أكانت في إدارة الحسابات أو المخازن أو المشتريات أو المبيعات لاننا اذا ما دخلنا مثلا الى القيود اليوميه وقمنا بالبحث على القيود بالضغط على بحث اف 8 ثم المرحله نلاحظ ان جميع العمليات مرحله ومن ثم نستطيع طباعه كشوفات الحسابات والتقارير بشكل صحيح كذلك بقيه العمليات المختلفه سندات صرف مثلا لابد تكون مرحله فواتير المبيعات، التوريدات المخزنية، فواتير المشتريات حتى نستطيع معرفة نلاحظ انها مرحلة حتى نستطيع طباعة كشوفات الحسابات المختلفة بشكل صحيح وسليم. يتم الدخول إلى تقارير كشوفات الحسابات الفرعية من التقارير كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية نستطيع في هذا كشف الحساب الفرعي طباعة كشوفات الحسابات المتنوعة ومعرفة جميع العمليات التي تمت على هذه الحسابات وكذلك معرفة الأرصدة المتبقية لكل حساب فنستطيع طباعة كشوفات حسابات العملاء ومعرفة الديون التي عليهم والموردين ومعرفة الديون التي لهم وكذلك معرفة حركة الصندوق وطباعة كشف حساب الصندوق والبنك وغيرها من الحسابات المختلفة. نبدأ الآن بتوضيح خطوات كيف يمكن طباعة كشف الحساب. إذا ما أردنا مثلاً معرفة كشف حساب المورد شركة معين للتجارة والاستثمار. هنالك عدة طرق للبحث على الحسابات. الطريقة الأولى من خلال اسم الحساب. ما عليك إلا الذهاب إلى اسم الحساب. وإدخال رمز النجمة ثم كتابة مثلا شركة معين نكتب مثلا اختصارا معين ثم الضغط على اف 9 نلاحظ ظهور اسم الحساب نقوم بالضغط عليه مرتين حت... ثم نقوم بتحديد فترة أو تاريخ طباعة هذا الكشف فمثلا نريد أن نقوم بطباعة كشف حساب شركة معين من تاريخ 1/1/2015 واحد واحد مثلا إلى تاريخ 30 أربعة ألفين وخمسة عشر ثم نقوم بالطباعة نلاحظ ظهور كشف الحساب بالشكل الظاهر أمامكم البيانات التعريفية الخاصة بالشركة ثم شعار الشركة ثم تاريخ الشركة ثم رقم الحساب اسم الحساب ثم عملة الحساب ثم جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب إذا هذه الطريقة الأولى البحث من خلال رقم الحساب أو اسم الحساب الطريقة الثانية البحث من خلال رقم الحساب في حالة كان مستخدم نظام يمن سوفت المتكامل حافظا لرقم الحساب يقوم بإدخاله مباشرة 221 مثلا 01002 ثم طباعة سوف يظهر كشف الحساب الخاص بشركة معين للتجارة والاستثمار الطريقة الثالثة هو أن يتم إدخال جزء من رقم الحساب بمعنى ادخال رقم الحساب الرئيسي للموردين سوف يظهر جميع الموردين الذين تعامل معهم مثلا رقم الحساب الرئيسي هو 22101 ثم اف 9 نلاحظ ظهور جميع الموردين المندرجين او المتفرعين من 22101 الحساب الرئيسي للموردين الطريقه الاخيره هو ان يتم الضغط على اف 9 سنلاحظ ظهور الدليل المحاسبي كاملا ثم نقوم بالبحث عن الحساب المطلوب قد تستغرق هذه الطريقه وقتا طويلا في حاله كان عدد العملاء او الموردين او الحسابات كثير سوف نبحث من خلال اسم الحساب نجمه شركه معين ثم اف 9 نقوم باختياره اضغط عليه مرتين ثم نقوم بتحديد الفتره المراد طباعه التاريخ ثم نقوم بالضغط على زر طباعة يظهر كشف الحساب بالشكل الظاهر امامكم البيانات التعريفية الخاصة بالشركة شعار الشركة ثم تاريخ كشف الحساب ثم رقم الحساب اسم الحساب عملة الحساب في اسفل كشف الحساب تظهر جميع العمليات التفصيلية الخاصة بهذا الكشف نبدأ الآن بتوضيح تلك العمليات كي تتضح الرؤية اكثر شركة معين للتجارة والاستثمار تمثل مورد فنلاحظ أنه كان هناك رصيد افتتاحي بمبلغ 360 على الشركة لشركة معين طبعا لأنه دائن سوف يظهر 360 طبيعة المورد دائن ثم بعد ذلك في تاريخ واحد 2 تم شراء بضاعة باستخدام نوع المستند مشتريات فورية رقمها واحد توضيح بيان الشراء لكم قيمة تلفونات سامسونج وآيفون فاتوا رقم 546 تم شراء من شركة معين بمبلغ 4800 دولار كذلك تم شراء بضاعة في تاريخ 27/2 بتوريد مخزني البيان بمبلغ 2130 دولار بعد ذلك تم سداد دفعة من الحساب لشركة معين في تاريخ 28/2 صرف نقدي من الصندوق رقمه 6 دفعة من الحساب بمبلغ 2000 دولار كذلك تم سداد دفعة أخرى من الحساب بمبلغ 800 دولار حصلنا على خصم مكتسب من شركة معين في تاريخ 13 ثلاثة قيد يومي مبلغ 200 دولار بعد إدخال تلك العمليات وحفظها وترحيلها نلاحظ أن الرصيد المتبقي لشركة معين كمورد أي أن الشركة الخاصة بنا المبلغ المتبقي عليها لشركة معين هو أربعة ألف وتسعين دولار نكون بهذا قد أوضحنا العمليات التي تمت مع كشف حساب مع حساب شركة معين للتجارة والاستثمار ابتداء بالرصيد الافتتاحي إن وجد وجميع العمليات التي تمت سواء شراء أو سداد ثم الرصيد المتبقي يتساءل البعض هل نستطيع طباعة أكثر من حساب الإجابة نعم نخرج من كشف الحساب نعود مرة أخرى إلى حسابات مثلا الموردين ما عليك إلا الضغط على F9 والبحث على الحسابات التي تريد طباعتها مثلا من المورد شركة عمار للتجارة والاستثمار المورد الأول ثم F9 الى المورد الاخير الذي تريد طباعة كشف حسابه شركة المؤيد التجارية نقوم باختيارها ثم طباعة نلاحظ يظهر كشف الحساب الاول شركة عمال التجارة وجميع العمليات التي تمت فاذا عملته ريال اذا ما اردنا تقليب او طباعة كشف حساب اخر في على الصفحة نلاحظ شركة مؤيد التجارة ثم الحساب الثالث شركة خالد الشمس التجارية ثم شركات المؤيد إذا ما أردنا طباعة كشف الحساب ما عليك إلا الضغط على زر الطابعة ثم الضغط على موافق وطباعة كشف الحساب يتساءل البعض هل أستطيع طباعة كشف الحساب بناء على نوع العملة الإجابة نعم فإذا ما قمنا بالخروج من كشف الحساب وقمنا بادخال الحسابات المراد من اول حساب مثلا الى اخر حساب ثم نحدد العمله مثلا دولار ثم طباعه نلاحظ ظهور الحسابات التي بالدولار شركه معين للتجاره والاستثمار وفي على الشاشه نضغط على السهم الاسود شركات المؤيد دولار فاذا ما اخترنا مثلا ريال ثم طباعه نلاحظ ظهور كشوفات الحسابات التي عملتها ريال شركة عمال التجارة وشركة خاي شمسان التجارية يتساءل البعض هل استطيع طباعة كشوفات الحسابات بشكل اجمالي فنلاحظ مثلا أن كشوفات الحسابات الظاهرة أما تحليلية أي تفصيلية فاذا ما أردنا طباعة كشوفات الحسابات بشكل اجمالي ما عليك إلا اختيار اجمالي ثم طباعه نلاحظ ظهور كشف الحساب بشكل اجمالي بالشكل الظاهر امامكم الرص... الأرصدة المتبقيه لهذه الحسابات فاذا ما اخترنا جميع العملات مثلا واخترنا اجمالي ثم طباعه طبعا لم, لم نحدد اي عمله سوف يظهر جميع العملات بشكل اجمالي بالشكل الظاهر امامكم الريال مع الدولار يظهر كشف الحساب الاجمالي الارصده المتبقيه لهذه الحسابات للموردين فقط كذلك نستطيع البحث مثلا على عملاء فاذا ما اردنا مثلا البحث على شركه ندى يتم البحث من خلال اسم الحساب نقوم بدخل رمز النجمه ثم نكتب ندا كعميل طبعا اف 9 ثم طباعه او اختيار كشف الحساب ثم طباعه تحليلي طبعا تفصيلي نلاحظ دور كشف الحساب الخاصة بالعميل محلات الندى بالشكل الظاهر أمامكم الرصيد الافتتاحي على هذا العميل أي المبالغ التي عليه كدين عليه على هذا العميل ثم قيمة البضاعة التي تم بيعها له فاتورة مبيعات في تاريخ 25 ثلاثة والبيان التفصيلي لهذه الفاتورة ب وعشرين ألف ثم المبالغ التي تم تحصيلها واستلامها من محلات الندى التجارية سنة قبض دفعة من الحساب بتاريخ 1/4 مبلغ 370 ألف ريال كذلك تم منح محلات الندى خصم مسموح به مبلغ 10 ألف ريال ثم يظهر الرصيد المتبقي على محلات النداء طبعا مدين لأن طبيعة العملاء مدين مبلغ 70 ألف ريال فإذا ما أردنا مثلا طباعة أكثر من عميل بنفس الطريقة نقوم بالضغط على F9 والبحث على العملاء مثلاً من أول عميل F تسعة إلى آخر عميل ثم تباعه نلاحظ يظهر كشف الحساب الأول يتم الضغط على السهم الأسود على الشاشة كشف الحساب الثاني بالدولار الثالث الرابع وهكذا فإذا ما اخترنا عملة معينة مثلاً دولار لمعرفة العملاء الذين حساباتهم بالدولار تباعه يظهر محلات العيساوي والعميل محمد دولار وكذلك ريال مثلا فاذا ما اردنا مثلا اجمالي ما علينا الا الخروج بالضغط على اجمالي ثم طباعه فنلاحظ تم اظهار اخر سداد لهؤلاء العملاء فعند طباعة كشف الحساب اجمالي يتم التأشير على حسب تاريخ آخر سدد حتى يظهر في كشف الحساب متى آخر مرة سدد. نقوم بالضغط عليها نلاحظ ظهور اجمالي ثم تاريخ آخر سداد بالشكل الظاهر أمامكم. يتساءل البعض إذا كان الحساب عملته دولار هل أستطيع طباعة المقابل المحلي له أي أن يظهر بالريال والدولار؟ الإجابة نعم ما عليك إلا اتباع التالي إذا ما أردنا مثلا البحث عن شركة معين بالدولار شركة معين يتم إدخال رمز ثم معين ثم F9 واختيار شركة معين ثم طباعة نلاحظ ظهور عملته فقط بالدولار فإذا ما أردنا إظهاره بالدولار والريال أو المقابل المحلي له يتم الضغط في أسفل الشاشة على إظهار الرصيد المحلي للعملة الأجنبية ثم طباعة نلاحظ ظهور كشف حساب شركة معين التجارة والاستثمار بالعملة دولار وما يقابلها بالعملة المحلية بالشكل الظاهر امامكم نستطيع جعل التقرير يظهر بالشكل الظاهر الرصيد بعد العملية اي بعد كل عملية نلاحظ طباعة يظهر الرصيد المتبقي في حالة تم السداد او الاضافة يظهر الرصيد بعد كل عمليه يظهر رصيد حتى الرصيد ال... الذي يظهر في اسفل الشاشه كرصيد متبقي لهذا المورد او على العميل نقوم بهذا قد اوضحنا اهم اهم الطرق والخيارات التي يتم استخدامها او اتباعها عند طباعة كشوفات الحسابات المختلفه في التقرير المهم الذي هو كشف حساب ال... الحسابات الفرعية في إدارة الحسابات، ملاحظة مهمة: لابد قبل طباعة كشوفات الحسابات أن يتم ترحيل جميع العمليات أي التأثير المحاسبي والمالي. في حالة عدم الترحيل فإن جميع العمليات التي تمت سواء سندات صرف أو قبض أو قيود يومية أو فواتير مشتريات أو فواتير مبيعات لن تظهر في كشف الحساب، لذلك فالترحيل شيء مهم جدا قبل طباعه كشوفات الحسابات